المنظومة الشمسية من بديت بيها؟ بديت بشيء بسيط، يعني جبت خلية صغيرة، خلينا نقول اللي هي بحدود 100 واط أو 200 واط، ونصبتها على السطح. بعدين جبت عاكس وبطاريات، وبديت أستخدم حدود الأمبيرين أو 3 أمبيرات. بعدين الموضوع شفت تطور، وبدل أنا والوالد إحنا للأسواق اشترينا بعض المنظومات، ونصبنا بحدود العاكس اللي هو 3 كيلو واط. هاي المواد أنا سكراب جبتها يعني من الخردة، يعني ما جايب شيء جديد، أنا كله هو شيء مستخدم، واستخدمت بإنتاج مروحة حسب الدرجة والزاوية اللي تناسب أجواء البصرة، واستفاديت من عندها بتوليد للبيت، يعني استخدام شحن البطاريات. هي حاليا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموجودة عندي فوق صراحة يعني غنتني عن هواي أمور، اللي هي مولدات الغاز ومولدات البنزين والمولدات السحب. يعني أنا صار عندي اقتناء تام يعني حاليا بالوضع الحالي، حاليا هاي المنظومة الشمسية يعني اكتفيت تام، يعني ما أحتاج أنا إلا أي طاقة حاليا. يعني هسه الوطني لو يطفى أسبوع أنا ما أطفى. يعني احنا 2017 كنا نبيع مثلا في شهر واحد 20-30 لوح، الان بالشهر نتخطى 200-250 لوح. بس هم نشوفه تقدم بطيء جدا بالنسبه للظروف اللي يمر بها البلد، يعني حاجه البلد والبصره للكهرباء، عندنا شمس متوفره بطول ايام السنه، انتاجيتها عاليه، المواد اللي نستخدمها مواد حديثة جدا جدا تدخل للبلد، بس المواطن ما عنده لحد الآن ذيك الثقافة اللي يستفاد من الطاقة الشمسية. المحطات اللي المقرر تنفيذها من قبل الحكومة المحلية تابعة إلى محافظة البصرة 3 محطات، السعة مالتها 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة تابعة إلى توتال الفرنسية أيضا سعتها 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة تابعة إلى باور تشاينا، هذه المحطة تكون سعتها 200 ميجاوات. حاليا تسعى الحكومة بالاتحاد مع جميع العناصر لتحقيق هاي المشاريع لكونها تمتلك صفات إيجابية وتطويرية في المجتمع للقضاء على التلوثات، القضاء على الانبعاثات الغازية المسرطنة والمؤذية بالصحة، وبالتالي نتحول إلى بيئة نقية خالية من التلوثات.